اخوتي المغاربه، اخواتاتي المغاربه، معكم ساره اللي كنت تعرضت للعنف، العنف مسمى بالترميل من طرف الطليق ديالي. انا اليوم جيت نهضر على شي حوايج باقين كيوصلوني وشي حوايج باقين خربقوا لي حياتي، عاودوا رجعوني من نهار فاش تضربت في حال الله تضربت. التهديدات اللي كيجيوني من وسط السجن والتهديدات اللي كيجيوني من خارج السجن، انا داك السيد داير تليفون وسط من الحبس وكيعيط ليا وكيقول اشنو لابسه وفين غاده وفين جايه. انا وليت خايفه وركب الرعب في العائله ديالي كامله، حتى وصلت بيا انا دابا ما كايناش في الدار ديالنا، خويت المنزل ديالنا، التجأت للجمعيه والجمعيه هي اللي جابتني فين نسكن وهي اللي وفرت لي هذيك الحمايه بيد ما يتحكم، لان ديك الجمعيه هي فاش سمعت هذوك المكالمات والتسجيلات الخطيره قالت لي ما يمكنش غتبقاي في الحي ديالكم، تقدر توقع لك شي حاجه اكثر من هذا الشيء اللي وقع لك، انا غادي نوفر لك الحمايه وغادي نوفر لك المقار، السكن، الاكل، الشرب، حتى وكان يتحكم، حتى وكان تبدا الجلسات الحكم. نوع التهديدات خطيره، نوع التهديدات انني غادي نجلس على كرسي ديال المعاقين، انني غادي نتقتل، انني هذا الشيء اللي طرا ليا مازال ما شفت والو. واللي خطير انه تهديدات حتى من وسط الحبس، ناس دايرين شين في اليوتيوب وكيهضروا عليا بشي كلام ما فياش وكيسبوني بشي حاجه ما فياش، وما فهمتش هاد الناس فين مازال باغين يوصلوني، ما فهمتش هاد الناس فين مازال باغين يشوفوني. انا كنقول لهم الا عندكم ما يفيد التجؤوا للقانون، ما تبقاوش تستحمروا في الناس، ما تبقاوش تستحمروا في المغاربه. انا الا التجأت للاعلام انا كنبقى ضحيه وما بغيتش الحق ديالي يضيع. اما واش هذا نوع ماشي نوع من المزايدات باش دير لي التنازل ديال؟ ما فهمتش، يعني هو كيقولها كيقول لك ديري لي التنازل في المكالمات، الا سميتك مرا ديري لي التنازل وغادي نعجبك، غادي نجلسك على كرسي، غادي ندير لك، غادي نفعل لك، غادي نترك لك. المغاربه غايقولوا لي علاش كتهضري معاه، بدلي الرقم ديالك. انا راه ما عنديش رقم وما كنهضرش معاه، هو كيتصل الاب ديالي، هاد الهضره هادي كيقولها الاب ديالي في التليفون ديالو، انا مسجله هاد الشيء وعندي لادات وعندي التاريخ وعندي النهار وعندي الشهر وعندي الساعه بالضبط وعندي كل شيء. يعني الناس راه كيكذبوا غير على الميتين، انا ماشي هاد المده كامله يلا غنخرج وغادي نقول بان كيهددني وبان انا الوقت اللي كيهددني راني كنخرج للاعلام لحقاش خايفه على راسي. ما بغيتش يطرى ليا مطرى الحنان، ما بغيتش يطرى ليا مطرى بزاف ديال البنات، داكشي علاش التجأت للاعلام وبغيت المخزن يحميني، لانني انا بنت المغرب وعندي جنسيه حامله فيها مغربيه الجنسيه، وانا كنطالب من سيدنا يطالع بهذا الشيء هذا، وكنطالب من السي الحموشي وكنطالب من القانون ياخذ ليا الحق ديالي. انا ما بقيتش قاده على التهديدات. واش نوع التهديدات واش غير كلام ولا نفذوا شي حاجه من هذه التهديدات اللي لا هاد التهديدات كلام، وبداو دابا الناس كيخرجوا، ما عرفتش هذوك الناس واش عندهم ضمير ولا ما عندهمش ضمير ولا مخلصينهم ولا ما عرفتش، حتى هما خارجين و تيهضروا بانه غادي يديروا ليا وغادي يفعلوا ليا وغادي يتشركوا ليا. انا هذا الشيء وليت خايفه منه بزاف، وليت خايفه على راسي وعلى العائله ديالتي وعلى الابن ديالي، هذا الشيء وليت خايفه منه بزاف. واش حسيتي بان عيون تراقبك؟ اه كاينه عيون تراقبوني، كاينه عيون كثيره، لان باش واحد الانسان في السجن ويقول لك اشنو لابسه جلابه في هذا اللون، لابسه صنداله في هذا اللون، هذا الانسان ما كاينش في السجن، هذا الانسان الا غادي يكون على برا، يعني عنده عينين باش كيشوفك. لا يعقل هذا الشيء، انا ما بقيتش متحمله لدرجه انا فاش جيت عند الجمعيه جيت في انهيار عصبي، ما دواتش معايا الجمعيه ديريكت داتني لومبيلونس للسبيطار، داروا لي لوكسيجين، دقوا لي برا باش نتهدن، جيت في واحد الحاله يرتلاها. ومن هذا المنبر كنشكر الاستاذه خديجه العماري بزاف، كنشكرها واحد الشكر بزاف. الحاله ديال الابن ديالي باقي ما عارف حتى شي حاجه، الابن ديالي باقي ما عارف والو. لا الابن ديالي مخليه مع الوالدين ديالي. الرساله اللي بغيت توصل للمغاربه، المغاربه كنشكرهم بزاف،
كنشكر المغاربة بزاف كيف ما واقفين معايا وكيعيطوا وكيسولوا عليا وكيطمنوا عليا، كنشكرهم بزاف، كنقول لهم الله يخطيكم وشكرا. وجاتنا المؤازرة من السيدة سارة النجم اللي تم الاعتداء عليها وتم الاعتداء على الجسد ديالها، يعني من واحد الانسان اللي كان هو تقريبا الزوج ديالها اللي غادي يحميها. يمكن يكون ما غاديش نتكلموا على كالبدايات ديال القصه بيناتهم، ولكن كان واحد الزواج، كان اغتصاب، كان حب بطريقه وحشيه اللي تنفذ، لان لا يمكن ان الانسان يكون عادي ويشد الزوجه ديالو ويدير فيديو وكيتكلم وكيضرب فيها في الراس، يعني كيشرملها في الحنك الايمن، من بعد كيشرملها في الحنك الايسر، من بعد في الاعصاب ديال يديها كيضربهم، يعني بواحد الجريمه اللي كنسميوها جريمه. يعني كنا شفنا المرحومه حنان اللي تكرفس على واحد المجرم، ولينا كنشوفوا هذه الفيديوهات. يعني المشكل هو ان هذا الزوج ديالها. نديرو نمشي معك، انا نمشي مع الطرف الاخر، لانك انا السيده فجتني لان ما نعساتش يومين بالاكتئاب. شنو السؤال اللي بغيت نسولك؟ كيفاش كانت المواكبه ديال الجمعيه للصاحب؟ المواكبه لان كانت السيده فجتها عندها واحد الانهيار، انهيار ديال النفسيه مدمره، لان كيجيوها تهديدات من داخل السجن. فميمي كتجيك تهديدات من داخل السجن، واحد كيتوفر على الهاتف وعنده تسجيلات واثباتات، فهنا كنطرحوا التساؤلات. راه هو باقي في التحقيق، ولكن كيف يعقل انه هو في السجن وكيوصل لها التهديدات ديالو وكتوصلها؟ يعني هي كتحس به كانه ديما معاها، يعني هي ديما خايفه هاربه. شنو غادي يوقع؟ واش غدا عاوتاني غادي؟ المره الاولى راه تعتقت، بقات تعتقت بالروح ديالي، اما الجسد ديالي راه كله مشى. يعني السيده ملي كنقلبوها كنلقاو تلقاها مضروبه في رجليها، في خضها، في اي مكان في الجسد ديالها. المهم هو التشويه بك، المهم هو انني غادي نعيشك في هذا العذاب، نعيشك في هذا. بالنسبه لينا حنا كجمعيه حاولنا وفرنا واحد السكن اللي غترتاح فيه، لانه ولات باغا تهرب من البيئه اللي فيها، اللي ساكنه فيها، لانها كتعيش في الرعب. حنا ما غاديش نقولوا الى متى، يعني شحال غنبقاو هازينك، ولكن اللي كنشوفوا كيفاش التسجيلات كيخرجوا، التهديدات. واش من حق انك تقيس جسد المراه؟ هذا هو اللي خصنا نتكلموا عليه. ممنوع ان المراه تقاس بهذه الطريقه ديال الترميل. هذه طريقه بين قوسين داعشيه. ما عندكش حق تقيس الواحد في وجهه. شكون خطات؟ كاين قانون، كاين مسائل، كاين. حنا كنعيشوا في واحد الدوله اللي هي دوله ديال القانون ماشي ديال الغابه. والخطوه اول خطوه دخلنا كانت الاستاذه المحاميه اللي هي الادريسي معها في الملف، وحاولنا نواكبوا حتى مع الاستاذ المحامي الهيني باش يدخل في القضيه، وان شاء الله مازال غادي نشوفوا طبيب نفساني اللي غادي نزيدوا عاوتاني، باش لان السيده عند الاكتئاب، عند يعني كتحس بالرعب، كتحس بشي حوايج، لان هي اللي كت بوحدها كتقفز غير بوحدها، يعني باقي عايش معاها هذاك الليله السوداء اللي عاشها، راه باقا عايشه معاها. ونتمنى ان شاء الله يكون خير ان شاء الله في هذه القضيه. ما تنساوش تزورونا على الصفحه الرسميه ديال لاله مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.